تعتقد بالمواسيقى كابتن عبد القادر. اي دبلو. فابيو سيزر في وسط الملعب يملك كرة. فابيو سيزر العقل المفكر بالنسبة لنادي الريان، إضافة إلى ثباتا. لاعبين في خط وسط نادي الريان يتمناهم أي فريق. ثباتا، قال عمر باري، برافو لأدريانو في اللقطة الماضية. ربما بعد يعني الجماهير الريانية والجيش تتكلم عن كريم زياني، عن أحمد حديد، عن قابل نادي الريان فابيو سيزر. يدركه ثباتا، يا سلام يا سلام على الأسماء. إسماعيل، فابيو سيزر يلعب كرة في المساحة باتجاه نيمار. هذه خطيرة، هذه خطيرة نيمار، ولكن التغطية الدفاعية في الوقت المثالي. العودة لنايف الخاطر، قلب الدفاع يبعد في وسط الملعب لكنها مقطوعة. فابيو سيزر، يا سلام يا سلام يا سلام يا حتى الريان إلى فابيو سيزر من جديد. حلوة قطع الكرة الماضية من ناثان أوثافيو من أمام أدريانو، تعود لمصلحة نادي الريان. للممتع، للممتع فابيو سيزر. سقوط على هذا لاعب ما تحتاج منه انه يتحرك او يركض او شيء، توصل الكره في رجله وعلى الواقف، وعلى الواقف يعطيك لمحات، يعطيك تمريرات، يعطيك لقطات رائعه جدا، رائعه جدا من قبل فابيو سيزر والخدمات التي يقدمها في وسط ملعب نادي الريان. سلامات ان شاء الله لفابيو سيزر. ناخذ دانيال جومو الى ثباتا، ثباتا الى فابيو سيزر. فابيو قد يسدد، فابيو يؤجل، يا سلام يا سلام يا سلام على تغيير اتجاه اللعب مباشره في المساحه بشكل جميل جدا الى فابيو سيزر. استلام جيد لفابيو سيزر، يتأنى، يتريث، يبحث عن اسناد، يلعب عرضيه في المكان الى حاد الضايع. والريان حتى الان يتقدم بهدف مقابل لا شيء، يامل ان ينهي الشوط بهذا التقدم او اكثر. نيلمر، 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 نيلمر للريان، ولكن برافو، برافو في الكرة الماضية. أدريانو يتفوق على مواطنه. عبد الرحمن إلى فابيو سيزر، إلى ثباتا، يا سلام يا سلام على النقلات. لاعبين اثنين من نقاط الجزاء، هذه خطيرة. عبد القادر إلياس يحاول أن يهيئ بالرأس المتراجع فابيو سيزر. وهي البطولة يا أكيد، يعني هو ما أطلق هذا التصريح إلا أن لأنه هو في الموسم الماضي أحرز بطولة كأس سمو ولي العلوي من على خط المرمى، أو هذه المرة تشو يونغ. تشو يونغ قلبي الدفاع بالنسبة لنادي الريان، كلاهما من على خط المرمى ينقذ كرات خطيرة لمصلحة نادي. يدلك أن الدفاع لك عليه على الرغم من الإنقاذ اللي قدمه تشو يونغ أو حتى ناثان أوثافيو بكرات كانت خطيرة. يبحث عن بطولات، إذا أردت أن تبحث عن بطولة. بشكل جميل يقطع دانيال جومو، تعود من جديد فابيو سيزر، لكن عبد الله علوي بشكل جميل جدا يقطع الكرة الماضية. فابيو سيزر، يا سلام على التمريرة إلى ثباتا، ثباتا، فابيو سيزر. تغيير اللعب، الريان على الهجوم. فابيو سيزر من الجبهة اليسرى، فابيو سيزر يملك كرة الآن، يلعب كرة عرضية في منطقة الجزاء، خطيرة هذه لمصلحة الريان. نيلمر رأسية حلوة لكنها في أحضان حارس المرمى. تحدث عنها حتى جمهور الريان أن الجبهة اليسرى، احنا مشعل مبارك غطى تلك الجبهة في الموت. وأحمد علاء لاعب مهاجم، حامد إسماعيل يستلم شارة القيادة في تشكيلة نادي الريان. فابيو سيزر يغادر أرضية الملعب إذن، وأحمد علاء اللاعب البديل، أحمد علاء اللاعب المهاجم ولاعب المنتخب الشباب، ربما يعني لتخفيف الضغط اللي حاصل على دفاعات نادي الريان.